قبل يومين أغلقت الشرطة في محافظة أريحة والأغوار فيلا سياحية في المدينة بقرار من المحافظ جهاد أبو العسل. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الإغلاق نفذته شرطة السياحة والآثار والبيئة إثر نشر إعلانات لتأجير الفيلا وضمن مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاقت استياء عاما من قبل المواطنين، ويشار إلى أن الحوادث شبيهة وقعت في وقت سابق أدت إلى إغلاق فيلل سياحية أخرى. للمزيد نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي العقيد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين. أهلا بك. يعني بداية، هذه الحادثة ليست الأولى وربما تكون ليست الأخيرة، وفي هذا نسأل عن حدود تدخل الشرطة فيما يتعلق بالإغلاق. يعني بالتأكيد هي لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، مع أنه نأمل أن تكون الأخيرة، لكن حدود تدخل الشرطة هو يأتي في إطار حفظ الأمن والنظام ومنع أي اعتداء على الحريات أو اعتداء على الأمن العام والنظام العام، ويأتي هذا التدخل بناء على بلاغات من المواطنين أو بقرارات إغلاق تصدر عن النيابة العامة عن عطوفة المحافظ أو أي جهة رسمية لها صلاحيات الإغلاق كلجنة السلامة العامة. والإغلاق له أسبابه ومحدداته، إما أن يكون عدم توفر شروط السلامة العامة في داخل هذه الفلل السياحية أو نتيجة وقوع حدث جنائي معين أو إزعاجات وغيرها، ممكن أن تتدخل الشرطة وترفع توصياتها للجنة السلامة أو للمحافظ أو بقرار من النيابة يتم الإغلاق. لكن تدخل الشرطة يأتي في إطار أيضا التفتيش ومتابعة الظروف الداخلية في هذه الفلل، والتي في بعضها قد لا تتوفر شروط السلامة العامة، لذلك تتدخل الشرطة وتقوم بجولات تفتيشية بين فترة وأخرى. نعم، أيضا أشرت في حديثك إلى أن الشرطة هي الجهة التنفيذية تتدخل لتنفيذ أمر جهات الاختصاص من المحافظة أو غيرها، هل يتوقف الأمر على ذلك؟ هل هناك من حق الشرطة أن توصي جهات الاختصاص بإغلاق في حالات معينة؟ وما هذه هي الحالات؟ نعم، يعني كالحالات الجرمية، كأن تستخدم لترويج المخدرات أو تعاطيها أو تستخدم أو عدم وجود شروط السلامة العامة في داخل هذه الفلل أو غيرها من الأمور التي ممكن أن تستدعي الإغلاق، ممكن أن ترفع الشرطة توصياتها أو تناقشها في ضمن اللجان اللي الشرطة عضو فيها كلجنة السلامة العامة اللي هي طبعا برئاسة المحافظ بتكون، وكذلك عضوية الدفاع المدني والأجهزة الأمنية وغيرها من المؤسسات اللي ممكن أن تتابع هذا الأمر في هذه الفلل وتؤكد إذا كانت هذه الفلل صالحة لأن تستقبل المستجمين أم غير أم لا تطول. لكن الشرطة في النهاية هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ القرارات وليس لديها صلاحيات في الإغلاق. نعم، أيضا بخصوص فيلا أريحة التي أغلقت قبل يومين لم يأتي بيان من الشرطة على ذكر تفاصيل أو توضيحات لهذا الإغلاق بعد يومين على إغلاقها، هل من تحديثات جديدة؟ يعني ما جاء في هذا الموضوع أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ترويجية لهذه الفيلا التي يعني هذه الفيديوهات اعتبرت مسيئة للأخلاق، اعتبرت مسيئة للعادات والتقاليد المجتمعية والمجتمع الفلسطيني ومثلت مشاعر المجتمع الفلسطيني، لذلك اتخذ قرار بإغلاقها من قبل عقوبة محافظة أريحة ونفذته شرطة السياحة في شرطة محافظة أريحة. نعم، أيضا أخيرا، من هي الجهات التي تتعاون معها الشرطة لتنفيذ أوامر الإغلاق باستثناء المحافظة؟ وزارة السياحة مثلا أم من؟ بالتأكيد يعني كل الشركاء، وزارة السياحة، الأجهزة الأمنية، الدفاع المدني، كل الشركاء، لكن يعني من ينفذ على الأرض هي الشرطة بإسناد الأجهزة الأمنية. نعم، إذن شكرا لك العقيد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك.